السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، اليوم جبت لكم لي بتي بان بالمعجون. إليكم المقادير، نبدأ على بركة الله. هنا عندي كاس حليب، تاع الكاس هذا يرفد 250 مللتر، ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، 3 ملاعق السكر، وهنا ملعقة كبيرة تاع مارغارين دوبتها، وزوج ملاعق تاع المايزينا هي النشا، وعندي 3 ملاعق تاع الزيت مازال ما حطيتهم. نديرو 3 ملاعق تاع الزيت، وهنا عندي 3 ملاعق تاع الزيت. هنا عندي المعجون، هنايا عندي برتقال، هذه برتقال نشفتها فوق في الكوشه ولا تنشفيها وتطحنيها، هادو قشور تاع البرتقال ملعقه صغير. وهنايا عندي معجون، اي معجون اللي عندكم ديروه. وهنايا عندي هادو القشور، يجو كلي فخوي كونفي، هادو قشور تاع البرتقال تقطعيهم هكا مربعات صغيره وتغليهم في الماء عده مرات باه يروح لهم هادوك المروريه. من بعد نديرو شويه سكر ونزيدو نطيبوهم بالسكر، تجيكي الفواكه المعسله. هادو تاني نستعملوهم، هم جايين طريين. نبدا على بركه الله. بسم الله. وهنايا للامانه راني نسيت زوج حبات بيض، نديرو زوج حبات، نديرو بيضه كامله وبياض بيضه، والصفار نخلوه باه نطلو به لي بتي بان تاوعنا. نبدا على بركه الله. هنا عندي كاس حليب دافي، الكاس هذا يرفد 250 مليلتر، 3 ملاعق سكر، نديرو ملعقه تاع خميره. هاد لي بيجو خفيف، ملعقه تاع زيت، 3 ملاعق تاع زيت عفوا. هنايا عندي البيض، حبه بيض، ديروا حبه بيض. هنايا نديروا البياض، نديرو هنا البياض ونحتفظو بالصفر ونخلطو كاع المكونات مليح. هاد العجينة توجديها بسرعة، ونديرو هنا ملعقة، هاد الملعقة تاع المارغارين، 31 غرام مارغارين، نخلطوها. نديرو الجمعار النشاء هي المايزينا، ما ننسوش قرصة الملح، تجي خفيفة هاد لي بتي باجو خفيف. ديريها توجديها لوليداتك القهوة تاع العصر. هنايا عندي هاد بودرة البرتقال، نديرو بودرة البرتقال، نخلطو خلطو مليح. وهنايا نديرو الفارينة، نقعدو نديرو في الفارينة ونخلطو حتى تولي لنا عجينة طرية. وهنايا العجين يكون طري، ما يكونش ما تيبسيش العجينة، وتدخل فيها واحد 450 حتى 500 غرام تاع فارينة. نخلطو مليح ونديروها ترتاح، نغطو عليها ونديروها ترتاح 21 دقيقة أو 15 دقيقة على حساب الجو، يكون مطبخ حامي تخمر لكم بالخف. ما يبسوش العجينة، زيدو شوية فارينة. العجينة تاعي هاشي طرية،
خلوها ترتاح، نغطيها الغطا تاعها ونخليها في مكان دافئ. من بعد نولي لكم باش نكملوا الوصفه. العجينه تاعي ارتاحت، نقسمها على ربع قسم اقسام. نزيد نخليها شويه تزيد ترتاح، نتا مره ثانيه غير واحد 10 دقائق. هاني قطعتها على ربع قطع، ندير شويه فرينه في الاناء تاعي نحطها هنا. خليها ترتاح واحد 10 دقائق. العجينه تاعي راهي خمرت، نحلها بالحلال راني سخنت الفرن تاعي، سخنها مليح، نقطعها على ربعة، نوخرهم هنا. نقطعتهم على ربعة، نكتب معجون، ديروا المعجون نغرقوا، نغرقوا مليح على المعجون باه ما يخرج. نزيد لكم حبة واحدة أخرى، ديروا شوية معجون، غلط ديره هنا معجون، نغلقو عليه مليح.
جبتو هادي هودوها هكا، هنا تبقوا ديروها بالشوكولا تارتيني، تاني ديروها بالشوكولا، ندير هنا بالشوكولا شويه شوكولا تارتيني. نغلق عليها مليح بما تخرج ليش الحشوة، نديرهم يرتاحوا المرة الثالثة، نديرهم يرتاحوا نحطهم، نديرهم يرتاحوا نحطهم في السمن، خليهم يرتاحوا. وهادو دوك ندير لهم الفواكه المعسلة، هذا البرتقال هذا اللي خدمته دوك نديره، جيب جبنان ونغرقو مليح على الحشوة هكا باه ما تسيحلناش. ديرو هاد هنا ونحط، هنا عندي هذاك الصفار تاع البيض درت فيه شويه خل وجوج معارف تاع حليب، خليتهم خمروا، من بعد لي خمروا ندير لهم هذا البيض نديرها لهم، ندخلهم للفرن خليهم يتحمروا. هنايا عندي حبوب الشيا، هنا عندي هاد الحبوب الشيا نديرهم لهم، هاد الحبوب الشيا صحيين مليح للعظم، ومن بعد نرجع لكم باه تشوفوهم واجدين طايبين. دوك ندخلهم للفرن. ها منا لي ميني بان بالمعجون راهم امامكم، راهم حاضرين امامكم، ان شاء الله تجربوهم ان شاء الله يعجبوكم. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله.